دشن رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح وصول الدفعة الأولى من طائرات كاراكال في قاعدة علي سالم الجوية. وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش أن طائرات كاراكال تعتبر فرنسية الصنع من مصنع إيرباص، ومن مهام هذه الطائرة مساندة القوات البرية والبحرية والقيام بعمليات الإنزال والتدخل السريع والبحث والإنقاذ والإخلاء الفوري ونقل كبار الشخصيات ونقل الإغاثة والمساعدات للمناطق المنكوبة. بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الملك سلمان والرئيس ترامب وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.